السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من اللعبة الرائعة توب وور باتل جيم. مثل ما تشوفوا الترانسفورمرز رجعوا بحدث جديد اسم الحدث عهد الرعب. مثل ما تشوفوا هذا هو الحدث، المتحولون حلول الظلام عهد الرعب نفس الشيء. هون عندك الحدث الخارق، وهون عندك حدث التحالف المؤقت، وهون عندك هذا الفيديو. هون بهذا الفيديو يقول لك القصة داركنس فال. هاي هيك تحضر الفيديو بهذا الشكل، يعني فيديو عادي تحضره. وعندك هون هذا الحدث الخارق، هذا الحدث الخارق يعني مثل باقي الأحداث، يعني ما في شيء مختلف عن الحدث السابق، فقط التسميات. هون عندك هاي المهام، مثلا يقول لك تجنيد متقدم، تروح تعمل تجنيد متقدم مرتين او بلا ما نخسر الجوهر، الجوهر اهم. تعمل تجنيد متقدم مرتين او تروح تشحن، مثلا يقول لك قم بالشراء، تحط على ذهب بهذا الشكل. طبعا انا شحنت بس الحدث هذا، ما قبل ما من زمان ما شحنت، بس بهذا الحدث شحنت لانه انا شفت فيه جوائز كثير حلوة، خصوصا انه انا استخدم بري بهاي القاعدة. هون كاتب لك قم بمهاجمة فيلق الظلام، يعني روح بهذا الشكل وروح نهاجم قوات فيلق الظلام بهذا الشكل 10 مرات، نهجم عليهم بهذا الشكل. شو اجى كمان بهذا الحدث؟ هاي هي حكينا عنها. طبعا راح نجمع هاي المحرك الصاروخي علشان نحصل على هاي الجواز. طبعا انا شحنت، اذا ما تشحن راح تحصل فقط على الجواز الاولى، بينما اذا تشحن راح تحصل على كل هاي الجواز. فالخيار يعود لك بكيفك، يعني اذا تحب تشحن اشحن، اذا ما تحب تشحن خليك على المجاني احسن. اذا حبيت تشحن اشحن، هذا الامر يعود لك. اجى بهذا الحدث كمان فرصة لك، اذا انت ما بالك محصل اوبتيموس برايم، هذا الحدث فرصة لك لحتى تحصل على البطل اوبتيموس برايم. هون عندك عن طريق الشحن، وكمان اجى صندوق الحظ. صندوق الحظ افضل طبعا اذا كان عندك جواهر. انا دائما اوصيكم اقول لكم شيلوا على الاقل 6000 جوهرة، لانه يمكن احتمال يعني كل شهر ينزلوا بطل جديد، بطل متخصص للقوات اللي انتم تستعملونها، مثلا قوات برية جوية بحرية، يعني مثلا ينزل بطل بري، مثلا ينزل بطل بحري، مثلا ينزل بطل جوي بهذا الشكل. فانا بنصحكم نصيحة، خبوا اقل شيء خبوا 5000 جوهرة، لا تصرفوها علشان الاحداث. كمان في احداث غير احداث الابطال. عندك هذا حدث النرد مربع المتحولون، مثل ما تلاحظوا انا شحنت واستعملت كثير من النرد. هون عندك ترمي نرد واحد، وهون عندك ترمي نردين ب80 جوهرة، يعني دير بالك ترمي نرد واحد، نصيحة مني ارمي نردين، يعني 80 جوهرة ما راح يأثروا عليك، 80 جوهرة يعني قليلة، يعني علشان تحصل على فرصتين يعني برمي النرد. خلال الحدث قم بالحصول على من ثم رمي النرد المربع لدينا مربعات الموادم الميدانية مربع المواد، يمكنك الحصول على الجواز والخبرة بعد الحصول. طبعا احنا اهم شيء عندنا بهذا مربع المتحولون، في عندي شوي ضعف بالشبكة، هي هاي اللي هي شعار المتحولون، يمكنك الحصول عليه من حدث مربعات المتحولون. هذا الشعار علشان نبذله بهاي الاشياء. اجى شكل القاعدة جديد اللي اسمه الانتقام المتدمر او المدمر عفوا، وكمان السفينة العظيمة. السفينة العظيمة كمان كثير كويسة، وهي اشكال المسيرة، اضافوا شكل ميجاترون، واضافوا كمان الطابور المتحولون، هذا من زمان ضايفينه. وهاي كمان مهمة، شوفوا شباب يعني اعطيكم فرصة كمان انه تحصلوا على هذا المربع البرتقالي ب999 من هاي شعار المتحولون. هذا الصندوق البرتقالي متوفر فيه كثير من اشكال القاعدة، مثلا اذا انت تستخدم مثلا برية تاخذ مثلا قاعدة التنين تستبدلها بهذا الصندوق، او قاعدة السيارة. قاعدة السيارة كثير كويسة للقوات البرية، انا دائما استخدم قاعدة السيارة بالقوات البرية. فهذا الحدث كثير كويس، يعني ضايفين لك يعني في كثير شغلات حلوة، وكمان هاي الانتقام المدمر كثير 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 طيبة
القوات البرية. هون عندك صندوق سايبر ترون، هذا الصندوق راح تحصل فيه على الأشكال الزينة هاي. الزينة هاي مثل ما تشوفوا، هاي الزينة تعطيك زيادة سرعة المسير لكل، مثلا زينة بامبل بي تعطيك زيادة سرعة المسير لكل القوات بنسبة 1%، وبالباقي هاي هي مثل ما تشوفوا. عندك مثلا هذا ستار سكريم زيادة الهجوم كل القوات بنسبة 2%، كثير كويس هذا التمثال، يعني يعطيك زيادة الهجوم لكل القوات بنسبة 2%. هذا هو مثل ما تشوف اخواني، هاي هي اقسام الحدث. فعلا الحدث كثير طيب، يعني انا عجبني هذا الحدث. هون عندك، هون كاتبي لك انه ساعد المتحولون في معركتهم الشرسة ضد الشاركتيكيون. الشاركتيكيون ايه، وشجع كلا من الاوتوبوتس والديسبتيكونز على العمل معا. طبعا الاوتوبوتس والديسبتيكونز اجاهم خصم اقوى منهم فتحالفوا، ان قبل كانوا اعداء، تحالفوا ضد هذول الشاركتيكيون، تحالفوا ضدهم. هون عند مهاجمة الشاركتيكيون المتحولون فإنها تفقد الطاقة بشكل مستمر بمعدل تحدده كميته. ما علينا، ما بدي أطول عليكم الفيديو. هاي الجواز اللي تحصل عليها لما تهجموا على الشاركتيكيون. انتبه، في حال تم إنشاء تحالف مؤقت ففي نهاية الحدث سيتم منح الجائزة على مستوى الخادم. هاي جواز التحالف المؤقت، وهذا الامتياز. هاي هي الاهداف مثل ما تشوفوا، هاي الاهداف، الاهداف طب تقريبا كلها حصلتها. يعني اكثر شيء انا بلعب علشان هاي معدات الحرب، علشان مربع الحظ ايه. هاي هي الاهداف مثل ما تشوفوا، الحصول على الجوائز الشخصية حين حتى انتهاء حدث التعاون. يمكن لكل قائد القيام بشراء امتياز حدث التعاون الخاص. بدون ما نطول عليكم الفيديو، هاي هي الجوائز مثل ما تشوفوا. هذا صندوق سايبر ترون، طبعا هذا حكينا لكم عنه. وهذا كمان اوبتيموس برايم، هذا البطل اللي ما حصلوا يقدر يحصل بهذا الحدث. وهذا مربع المتحولون، هذا اهم شيء بالحدث. هذا نحن راح نشتغل بالحدث اكثر شيء علشان هذا مربع المتحولون. باقي عندنا ميجاترون لسه ما فتح عنه، اكيد راح يضيفون لنا شخصيه ميجاترون، يعني بطل جديد اللي هو ميجاترون. راح نعرف شو هي ميزاته قريبا ان شاء الله. هيك بهذا الشكل مثل ما حكينا لكم، تروحون تهجموا على الشاركتيكيون بهذا الشكل، تعملوا مسيرة للأمام، تحطوا هجوم بهذا الشكل وتحصل على النقاط، على هاي النقاط مثل ما تشوفوا. تفاصيل الجواز، حيوية المتحولون 3000. انتبه في حال. تمام، انا ما بدي اطول عليكم الفيديو، انا راح اعمل حلقات جديدة، راح اعمل حلقات ان شاء الله بالايام الجايه، راح اغطي لكم كامل الحدث. فمشان ما اطول عليكم الفيديو، بتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، وصلنا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، ودعمونا لحتى نستمر بالنشر. فايك مشترك، اشترك معنا وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بخصوص لعبه توب وور وغير العاب. وبالنهايه بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسم من قناه محترف جيمر، والسلام عليكم.